أزواجكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حلائل أمتائكم الذي من أبوابكم وأبنتم بين الغدين إلا ما عدا بين الغدين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم بأموالكم محصنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تربيتم به من الفريضة إنما كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي نفسه منكم أن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم فيأتيكم سنة بينكم بالبادر إلا أن تفور إلا رسول أن تلاو بكم لا تفور إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عباه والله وثاب جزيما وكان ذلك على الله يسيرا لم يكن يطلبوا كبائرا ما تناول أهل الغفرة سيئاتك وأنصفكم وصلاة على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وجل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكلهم جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوا نصيبهم إن الله كان على كل شيء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أعتدكم فاعتقوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إلا أن يوفقنا بينهما إن الله كان حليما حليما اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب في جنب رب سبيل ما ملكت أيمانكم إن الله يحب من كان مختارا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويستحقون للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون
تقون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا سبيلا أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا غير مسمع وراعنا عليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا واسمع وانظرنا لكان غير القوم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها وأذارها فنعرفها لنا طارست وكان عفو الله مبذولا الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يتجاوز وما يغفر له قد افترى يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهتدي الذين أضلوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ويلعنهم ولا تجد لهم نصيرا من المجرمين لا يؤتون الناس نصيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم حتى لا جلود وإذا يدعون لا بين ما كان عزيزا كريما وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وهم فيها أتاهم مطهرة ومصيرهم للعالمين الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بأهله إن الله عليم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول